الجولة مالتنا اليوم بمتحف العلوم نورث كارولاينا، مثل ما قاعد تشوفون هذا مجسم، هذا كوبي مجسم ديناصور مو مجسم أصلي، وراح أشوفكم الأشياء الباقية الموجودة بمتحف العلوم، راح تكون أشياء حلوة. طبعا اليوم كومو ناس موجودين هنا لأن ويكند، فكومو ناس راح تشوفون موجودين هنا، يجيبون أطفالهم ويجيبون يعني أقاربهم، يجون هم على مود يتفرجون على الأشياء الموجودة هنا. خلونا ناخذ جولة بمتحف العلوم ونشوف شنو موجود. هذا الجزء اللي قاعد اصوره من فوق هو الاوشن او المحيط، وهذا المجسم هو مجسم كوبي الديناصور. الحلو بهذا المكان ان هم مسوين طبيعة مصغرة لكل شيء موجود عندهم حقيقي بالطبيعة، فتشوف الاشجار، تشوف الاجزاء، تشوف مثلا هاي الحيوانات شنو عملها، يعني مثلا هذا القندس اللي يقطع الخشب والاخره مخلي فيها، ولما خشب مقطع من هاي الجهه راح تشوفون مسوين شلال مال مي ومسوين حركات، يعني حركات والله مستغلين الطبيعه، مخلين الناس يجون ويفنسون ويفرجون على طبيعتهم. كان شوف سال نوعية الأسماك اللي تعيش في هاي الطبيعة. هذا الجزء اللي راح نصوره هو الجزء اللي الكائنات تعيش في الجبل، مثل هذا النوع من الأفاعي أو الحية، هذا الحيوان، هذا النوع من الحشرات. هاي نوع الأعشاب اللي موجودة بالجبل، ماخذين جذور من الأعشاب الحقيقية وجايبينها هنا. هذا جذر حيوان ضخم. هاي نوع الأحجار الموجودة بطبيعتهم. اتصور هاي احجار بركانية او هيك شيء. تخيلوا بس تخيلوا، يعني دولة لو بعدهم يطيرون فوق انا كان صار بينا، وهذا لو يتمشي فوق دولة بس باو حجمه بالنسبة لدولة. فلوق اليوم وصل للنهاية، مثل ما شوفتكم متحف العلوم. سؤال الفلوق مال اليوم، متحف العلوم الموجود بالعراق زرتوه لو لا، او زرتوا غير متحف علوم بحياتكم بأي بلد؟ سولفونا شنو تجربتكم ويا متحف العلوم.